احنا بص نوقف الشغل لغايه كده ونفضها سيره. اول ما الفلوس تجهز ساعه زمن اروح اجيبه ونيجي نشتغل على طول. فيها اقطع دراع الارض دي فيها. امسك يا عم الحاج، فلوس كلها اهو، عد براحتك. ايه ده كله؟ ده دعوشة العمر بتاعت امي. اعمل حسابك بعد ما نخلص العمليه ديت نرجعهم لها تاني لحسن تموت فيها. ايه ده؟ الفلوس دي كلها قديمه يا عبد الله. قديمه ازاي؟ يا نهار اسود. ايوه بس اهو يا عم، بقول لك فلوس قديمه اهي، بص كويس. بس بص اعمل حاجه، في فلوس جديده. ايه اهي جديده؟ ايوه الجديد على القديم، ما يطلعوش كلهم 1000 جنيه، هنعمل بيهم ايه؟ فلوس قديمه. طب بقول لك ايه، اعمل حاجه، احنا ما ينفعش نغيرهم. نغير ايه؟ بقول لك فلوس اتلغت، الحكومه لغتها يا عبد الله. الحكومه لغتها؟ طب امي هتعمل ايه؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ هتحج ازاي يا امي؟ النبي يا اختي، من ساعة ما سمعت على جوزك وانا عايزه اجيلك، بس كنت عيانه بقى اعمل ايه؟ اول ما بقيت كويسه قلت لا، ده انا لازم انزلك. تسلم رجلك يا حاج، صدقيني زيارتك عندي دي بالدنيا. بس تعبتي نفسك ليه؟ كنا احنا جينا لحد عندك. يا حبيبتي ما تقوليش كده، امال ده انت جوزك ده يستاهل كل خير. يلا روحي له بقى. يلا مع السلامه. اعمل ايه؟ قول لامي ايه؟ هتحج ازاي؟ هتروح فين؟ وهتيجي منين؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هتحج بفلوس قديمة، أمي معاها فلوس قديمة. تضحك على ايه موكوس انت؟ يا واد انت مش نازل تحت عند مراتك نايم ليه؟ طلع تنام عندي هنا. يو مالك يا واد، انت بتعيط ولا ايه؟ امسك ايدي. مالك يا حبيبي تعيط ليه؟ بسم الله عليك، بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والثالثة لا حول ولا قوة إلا بالله، من كل عين راتك ولا صلتش على النبي. مالك يا حبيبي مالك؟ مفيش يا عم، مفيش. يخرب بيتك يا واد، لا كل زعلت مني أنا، والنبي ده أنا بضحك معاك. بضحك معاك يا عبد الله والنبي. بس حبيبي، بس قولي مالك يا حبيبي؟ محتاج فلوس؟ امال بتعيط ليه؟ البنت صباح زعلتك؟ لا بقى بلاش ست فلوس يا النبي. لا بقى
ما انا لازم اعرف ايه اللي بيك. مالك يا حبيبي؟ قول لي بس ايه اللي فيك؟ ها؟ مفيش يما، الفلوس بس مزنقه معايا شويه. طب ما تقول لو محتاج حاجه انا اديلك. تديني يا نهار اسود، ده هيضحك تاني. هتديني منين؟ انت اتجننت يا واد. هتديني منين يا مالك يا واد؟ ايه اللي جرالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس قولي اهدى كده وقولي مالك في ايه. مفيش يا ابني، انا بس خايف. خايف من ايه؟ خايف اجيب حتة عالية يا معرفش ربي في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. يا نهارك السود، يا نهارك السود. طب بس انت هات العيل ده اللي عامل فيك كده، والنبي انت عبيط. يا اما انا بطلعت النهار رايح جاي رايح جاي عشان اريح نفسي ورايح صباح. امال بقى لو جبت حته عيل اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ابني؟ رزقه موجود، ربنا شايل له رزقه. بس انت هاته وربيها على الدين، ربيها على الحلال. سامعني يا حبيبي؟ سامعك. بس يلا حبيبي، يلا يلا اتكل على الله وصلي على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. يا حاضر. على مهلك يا حبيبي، على مهلك. ربنا يكفيك شر طريقك، ربنا يوفقك، ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا ابني يا حبيبي يا رب. عملت يا صبا؟ عمل عمل ربنا يا ابني. ايه يا اختي؟ ايه اللي حصل؟ قالوا لازم موافقة وزارة الصحة ياما ونقابة الأطباء. يا غرباني. لازم ياما، لازم. هنعمل ايه؟ انتي حبتيني هتفضلي كل يوم كده في الشوارع من صباح ربنا؟ الأفندي يا اختي بتاعك مش قادر يوديكي ويجيبك في المشاوير دي. ما اقدرش اخسبه ياما، هو عارف ان انا بروح المستشفى كل يوم. بس التاكسي بيتصلح اديله جمعه. وبرضه كنتش عايزه حكايه التبرع دي، خايفه عليك يا صباح. مالكيش دعوه بحاجه انت ياما، انا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرني وهخلص الورق. بص ياما، احنا بس هنغسل في ميعادنا على ما ربنا يكرمنا. إن شاء الله يكرمني بقى، عوزني يا ريت. أنا جاهزة أهو. الشر عنك ياما. مش عاوزني، استنى ما يطلبني. هعمل إيه؟ أنا في إيدي حاجة. قومي يا ضنايا، قومي سخني لقمة وكلي، ده أنت تلاقيكي على لحم بطنك من الصبح. أنا ماليش نفس. خلي بالك لما بتيجي المحل بيهوي. ليه بقى؟ وش وحش عليك ولا ايه؟ مش القصد يا باشا، بس انت وشك بطاقة، الناس بتقلق تشتري وانت موجود. اشتري انا. هاتيلي زبدة الكاكاو. وبعدين يا ست بناقص حد يشتري منك الشوية اللي احنا قاعدين مع بعض. انت ما عندكش كلية النهاردة؟ خلاص الامتحانات قربت وانا عندي اجازة. ارتحتي؟ طب اشرب الشاي لحسن يبرد. انا والله ما عارف ايه الجواز اللي مع قاف التنفيذ ده. انا مش الجواز عرفي. ما تيجي نشوف لنا شقة كده ونتلم فيها انا وانت. ده انا ممكن اخد امك واخواتك وتخلعي من الحارة دي. وانا ما رفضتش، بس الجواز عرفي في الضلمة يعني، وانا ما عنديش حاجة اخبيها. من الاخر كده انت اللي مستعر مننا. الله،
ايه الكلام ده يا منى؟ خلاص يبقى اقف وسط الحاره وقول انا عايز اتجوز منى بنت زيزو. انت عارف ان انا ما اقدرش اعمل كده دلوقتي. امال هتعملها امتى؟ لما تركب الدبوره. امال وافقتي نكتب عرف ليه؟ برد لك جمايل. انت بتستعبطي؟ في واحده بتتجوز واحد عشان ترد له جمايله؟ ده انا بقول عليك بنت مفتاح. وانا ما اتاخرتش، ده يبقى يوم المنى لما تطلب تتجوزني. بس حتى كتب القانون اللي انت عمال تذاكرها دي بتقولك ان الجواز اشهار. يعني كنت بتضحكي عليا؟ بتنيمين يا صلاح؟ افهمني. صلاح باشا يا منى. يا سلام، اتعفرت دلوقتي عليا لما قلت لك يا صلاح؟ يا اخويا ده انت اللي قعدت تتحايل عليا اقول لك صلاح حاف. من الاخر كده في فرق بيننا، يا اما انت تنزل لي يا اما انا اطلع لك، وانا مش هينفع اطلع، يبقى انت اللي تنزل. براحتك يا منى. على فين يا باشا؟ في ايه يا بنتي؟ حصل ايه؟ عايز كل حاجه ببلاش. هيرجع هيروح فين يعني؟ ايه مالك يا جميل؟ هتعملي لي فيها عيانه ولا ايه؟ لا بترد على تليفونات ولا بتروح القهوه؟ ايه في ايه؟ ماي وحشاني قوي، حاسه كاني بنتي راحت مني، مش عارفه اعمل ايه بصراحه. انا حاولت اكلم الراجل اللي اتبناها ده، مش مديني فرصه افهمه اي حاجه، ولا طايق اي حد يشوف مي. هو عنده حق. عنده حق؟ ده راجل ما بيحسش ولا عنده اي نوع من انواع المشاعر، ازاي يحرمها مني وهو عارف انها محتاجاني؟ يا ليلى، احنا هنحاسبه على احاسيسه ومشاعره ولا ايه؟ بعدين خدي بالك، ده قال لي كلام يحرجني جدا. قال لك ايه؟ قال لي ما كانت قدامها من 9 سنين ما خدتهاش ليه وتبنتها. عشان كده بقى بتقول عنده حق. لا انا ما اقصدش يا ليلى، بس طبعا مش ممكن هقعد اقول له بقى موضوع الحاره وليه ما تبنتهاش والكلام ده كله. نفسي اشوفها مره وياخدها تاني. انا حاول الاقيك حل يا ليلى، بس عاوزك بقى كده تقومي تفرفشي تروقي تحكي زي زمان. يلا قومي البسي بقى عشان ننزل. انا عايز اعرف انت ازاي جات لك الجرأة تيجي الحارة وتطلع لحد هنا؟ احنا كده يا طارق قاعدين لوحدنا. نعم لوحدنا؟ ايه احنا قاعدين في الصحراء ولا ايه؟ طب انا عايز التخين بس في الحارة يطلع يقول لي ايه اللي طلعك لوحدة في الحارة. انا كنت كبرتها وعملتها مشكلة، انت عارفة ليه؟ عشان يجبرني واتجوزك يا جميل. ايوه اضحكي كده، شوف الضحكه بتبقى حلوه ازاي. يلا قومي البسي بقى وهسبقك على القهوه. ماشي. كل سنه وانت طيب يا سعاده البيت. كل سنه وانت طيب بقى، نفعني انا عندي 6 عيال. كل سنه وانت طيب. خد يا ست. ايه ده؟ جنيه؟ خليهولك الله الغني. الله 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 الله، ليكوا حق، ما انتوا شبعتوا. الولايه مش عاجبها الجنيه يا سيدي. الدنيا رايحه على فين يا ناس؟ وانت بصحه وسلامه يا سيدي. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. علبه بقى، علبه بقى، نفعوني ربنا يكرمك. ده هتاخد منه حبايه قبل الاكل، اما ده بقى هتاخد منه معلقه قبل النوم. واللي قبل النوم ده مش ممكن اقعد الصبح؟ بص حضرتك، انت هتفاصله. ما قال لك حبايه قبل الاكل ومعلقه قبل النوم؟ ايه هي فصال طماطم هي؟ يا دكتور قبل النوم مش هفتكر اخده. لما تكح يا حبيبي تقطع قلبك وتشق صدرك كده هتفتكر تاخده. اديله دواء. 25. شكرا، اتفضل. روح انت يا تامر، نهد لوحدها في البيت، وما تنساش تاخد لها غدا معاك. طب انا شايف يا بابا يعني ان حضرتك لو روحت واتغديت معاها هيكون احسن. هي اشتكيت لك ولا حاجه؟ لا طبعا يا بابا، بس انا شايف يعني ان حضرتك بقالك فتره بتروح تنام على طول، يعني ما بقيتوش تخرجوا زي الاول. وقفت الاجزخانه على رجليا ليل ونهار تهد الحيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بقى دكتور الدوله، قلت لك 100 مره مش عندي.
طب يا دكتور انا بسال يمكن جه. طيب مفيش اي فوار للدماغ، مسكنات، اي حاجه تشد الاعصاب؟ مش لازم دواء كحه. وريني اجري، هاتوا من اجزخانه ثانيه، اجري امشي. يعني انطر كباري كده؟ ايوه ماشي. خد بالك الواد ده تاجر حشيش، لا يجي يطلب منك حاجه كده ولا كده تدلوش. لا ما انا عارف يا بابا عارف. طيب امشي انا بقى علشان خاطر ما تاخرش بقى، تعبت انا النهارده. السلام عليكم. طب يا بابا لو حضرتك تعبان خد العربيه واروح انا بتاكسي. لا 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 انا عايز اتمشى كده، امشي رجليا شويه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تامر بيلمع على ايه؟ وهي حكايه انك ما بتقعدش معاها بقالك كتير دي؟ تكونش ناهد لما هيطلب حاجه؟ ولا الواد شايف حاجه؟ الفكر هيدغدغ دماغي. انا يا ربي لو كنت محتاج جواز ولا وجع قلب، انا كنت محتاج واحده تخدمني بعد السن ده كله. مدعو الجواز اللي بالشكل ده على اللي عايزين الجواز في السن ده. بص بقى يا فتحي، دول للولية متهان. الست دي غلبانة وبتصعب عليا وبنتها مجنناه، تمام كده؟ ماشي يا اختي. أما دول بقى لولية كده على قد حالها في السوق، عندها واد مكسح وبتجري عليه. كتر خيرك، ربنا يقدرك على فعل الخير. أهو بناخد من اللي معاهم عشان ندي اللي معهمش. اسكت، مش قابلت سعيد النهارده؟ قال ايه؟ كان عايز يديني جنيه. خدت منه؟ لا طبعا، رميته في وشه. يا ما نفسي يا فتحي، نفسي ومنى عيني اشتري بيت ابويا وابني دور لينا ودور للعيال. هيحصل هيحصل ان شاء الله، ما تستعجليش. هو بيشرب حشيش وابنه بيشرب حشيش، هيجيب منين؟ لازم يبيع البيت. اه بس ده عنادي وممكن ما يبيعلناش. هيبيع لما نحط له الفلوس قدام عينيه هيوافق، بس انتوا تصبري عليه شويه لما يتزني. يا ريت يا فتحي. طب ده انا ساعتها اذبح حاجه لقصاد باب البيت. عايزين نلم نفسنا، محدش واخد باله، موضوع المعاش مدارينا. سيبها بقى على الله، هو بتاع التدابير كلها. ونعم بالله. اعمل لك شاي بحليب من عين. اتفضل يا استاذ بطاهر.
هات بطاقتك يالا. اه حاضر. ما تخلص يالا. ايه يابا. جاتك القرف دي؟ شكل بطاقه دي مش هي دي البطاقه يابا، دي الصوره. طبعا صوره مهريه من قعدتك على الرصيف مع الصيع. خدها يا استاذ بقى. معلش مفيش مشكله. انت عايز تكتب البيع بكام يا اسطى؟ اي مبلغ وانا هدفع حاجه. دي عيالها تورث على الجهاز. يعني نقول 20,000 جنيه للبيت و10,000 جنيه للمحل. يا عم قول اللي تقوله. ماشي. طب يابا انا همشي. انا ما تقعد يالا، متصرب على ايه؟ مش لما ترضي. ماشي استنى، انا خلاص خلص. امضي هنا. لا مش فوق هنا. اتفضل يا اسطى. اي خدمه تانية؟ شاكرين يا متر. نبقى نسجله بقى ونعمل له صحه ونفاس. انا تحت امرك في اي وقت يا اسطى. ربنا يخليك يا متر. سلام عليكم. الف سلامه. سلام ورحمه الله وبركاته. ماشي انا همشي برضه. خد يلا، خد تعال. اه بص يا جمال، ده عقد بيع البيت والورشه على حياه عيني. مش هتشوفهم تاني غير لما اموت، تحطهم في عين التخين. فاهم؟ فاهم يابا. فاهم. فاهم ايه يا كبله؟ فاهم ايه؟ مفيش بعد الشر عليك يابا. مفيش تشكر يابا. بعد الشر عليك يابا. تشكر. طيب خلاص خلاص خلاص. يلا يا اخويا، متصربع على الصيع بتوعك. ماشي. يلا مع السلامه. ماشي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايوه بقى. هاي كريم، كيفك؟ انت فين؟ لا خالص، عمال اكلمك. ابدا. اعمل لك ايه؟ الوصله بتاعت النت قطع في الحارة. حارة؟ حارة شو؟ حارة ايه؟ بهزر معاكي. انا عمال اقول لك الشبكه واقعه وانت مش مصدقه. المهم انت وحشتيني بقى. أنا بدي أقول لك سوربرايز، رح إجي على مصر بعد يومين. يومين؟ ده أحلى خبر سمعته في حياتي. طب هتقعدي فين؟ بالأوتيل. فيك تعمل لي حجز؟ طبعًا هحجز لك طبعًا. تعالي أنت بس وما تحمليش هم. ساب الشغل في الشارع؟ طبعًا، شغال عن سريع ترتر، ما هي ماغة. طب بقول لك إيه، هقفل دلوقتي عشان عندي حاجات لازم أعملها. اوكي باي. لا اله الا الله، العربيه مفتوحه. معلش يابا، اصل كنت بعمل حمام. تعمل حمام؟ مش عارف تمسك نفسك؟ ما تعملها في اي حته في الحاره يا اخي. يابا دي ثانيه واحده. ثانيه واحده هتكذب برضه ولا؟ وسايب العربيه مفتوحه؟ ايه؟ مالك؟ ايه اللي جرى لك اليومين دول؟ بتفكر في ايه تاني؟ مين قال لك يابا اني بفكر فيها؟ ما خلاص خلصتني. ليه؟ ما تيجي قال لي تاخد لك قلمين احسن. استغفر الله العظيم. حقك عليا يابا. يلا يلا توكل على الله. عبدين قلب يا يوسف. طبعا صفاء النية يا جماعة شيء مهم جدا، انك تخلص النية لوجه الله تعالى. والنية محلها ايه؟ محلها القلب، مش كده ولا ايه؟ والنية هي القصد، بمعنى انه لو كان قصدك خير فنيتك بإذن الله نية طيبة وسليمة. إذا كان قصدك والعياذ بالله شر فنيتك والعياذ بالله شريرة وخبيثة. وإحنا بنقول على طول وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما له. لبثنا السوقين. سألني أخ من شوية وقال لي أنا عملت شيء بقصد خير لكن كانت نتيجته شر وضرر لناس كتير. قلت له لا استنى اقف عندك بقى. يعني ايه تعمل خير ويبقى نتيجته ضرر وشر؟ بتحصل. اه بتحصل. ويقول الحق سبحانه وتعالى يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني ايه؟ يعني هضرب لكم مثل. واحد مثلا بنى بيت ها عشان
يسكن فيه شويه ناس مثلا ايتام او مساكين او غلابة، انما بنى البيت ده اي كلام على اسس غير سليمه. هو بناه بنيه طيبه انه يسكن فيه الغلابه. ها مش ده كان قصده؟ النتيجه ان ايه؟ ان البيت ده بعد سنه ولا اتنين ولا ثلاثه ممكن يقع فوق رؤوسهم، يقع فوق اليتامى والمساكين والغلابه دول. فان النتيجه ايه؟ ضرر واذى. يبقى الكلام ده مش مظبوط، يبقى خير نتيجته شر. يسلم فمك يا شيخ. مظبوطه، لانه بنى البيت على اسس غير سليمه. اهم حاجه بقى في الموضوع ده يا اخوانا، انك انت لو كنت عارف ان ده غلط وفعلا بتعمله، يعني عارف ان ده نتيجته اذى وضرر وبتعمل. ها والشاعر قال: ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فتلك مصيبه اعظم. اذكر الله، قل لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. يلا واحد الله وراح فاصل كده وانا قاعد مستنيك، بس تعالى لي بسرعه. البطاطين دي لازم نطلع لنا منها بمصلحه. امال يا معلم، ندفي الناس بالبطاطين ونتدفى احنا بالفلوس. اه بس بالراحه يعني، من غير ما نتهرش. في حد قاعد جوه؟ تلاقيه سعيد وبلبل والشله بيحششوا شاريين دماغهم. الصبح يكسبوا وبالليل يضيعوا له كسبوه في الحشيش. عشان كده ده بلال عايزين نقفش في اللي اسمه حمزه ده، هيطلعنا لفوق. يا ليت يا حفظي، انا نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيني سبت بيت ابويا وبقى عندي حته شقه محندقه كده نتلم فيها انا ومراتي. طب دي سهله، الدور والباقي عليا انا، شلت الهم بدري بعد ما ابويا اتسلك ومات. معلش بس انت قدها يا حفظي. كان مدلعني يا بلال، بلاش بتاع المرمطه دي، عشان كده عايز حاجه سريعه عشان نقب من الفقر. هتحصل. اهلا وسهلا يا اختي، اتفضلي انا سامعك. انا حلمت حلم غريب شويه. حلم غريب؟ خير ان شاء الله، قولي. حلمت ان انا شايف الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. خير خير، ده خير كتير قوي يا بنتي. الشيطان لا ياتي في هيئه الرسول ابدا. بس ما كلمنيش وما رضيش يبص لي. لا حول ولا قوه الا بالله. قولي لي يا بنتي، انت بتصلي؟ لا يعني ساعات مش مداومه. شفتي بقى اهي بالت اهي. لا لازم تحافظي على صلاتك وعلى صلتك بالله سبحانه وتعالى، وتداومي على اداء الفروض كلها يرضى عنك الله ورسوله. وكده للاسف يا احبابي وصلنا الى نهايه حلقه اليوم، والى لقاء اخر باذن الله. أترككم في رعاية الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته. الله الله يا أستاذ، بجد كلامك بيخش القلب على طول. الله يخليك يا بنتي. بنتك ده إيه؟ أنت عايز تكبر نفسك وخلاص؟ ده أنت حتى شكلك لسه صغير. أنا أحب أعرفك بنفسي، أنا إيمان المعدة بتاعت البرنامج، ونفسي أقعد مع حضرتك ساعة واحدة قبل ما تطلع على الهوا عشان تقرأ اللي أنا كاتباه. بصراحة كده نفسي تقرا اللي انا كاتبه. خلاص يا ايمان، اوعدك ان حاجي بدري عشان اقرا اللي انت كاتباه ان شاء الله. امين. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ قومي يا بنت افتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا شوقي يا ابني، اتفضل. تعالى يا حبيبي اقعد. معلش انا اسف، جيت لكم من غير ميعاد. روحي يا بنت اعملي كوبايتين شاي. لا 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 مفيش داعي، انا عايزكم في كلمتين كده. اتفضل يا ابني قول، اتكلم. انا جاي اطلب ايد تهاني. يلا تهاني تهاني.